عن مولانا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيده يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان قوم واتحدى صفوفك يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان الجدعان. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان في محاولة لطمأنة مزارعي قصب السكر وبنجر السكر وهي محاصيل استراتيجية هامة جدا لإنتاج السكر وافق مجلس الوزراء على إعلان أسعار الضمان الخاصة بهذه المحاصيل أو الأسعار اللي هتشتري بها المصانع قصب السكر أو البنجر هو حدد للقصب حوالي 2500 جنيه للطن وللبنجر 2400 جنيه خلي بال حضراتكم احنا المزروع عندنا حوالي 600 ألف فدان اللي بنحاول نزرعهم دايما ببنجر السكر أما قصب السكر فمساحتنا دايما لا تتجاوز 350 ألف فدان وطبعا بتتركز في محافظات الصعيد المزارعين على مستوى الجمهورية الكل فرحان بهذه الأسعار 2400 جنيه للبنجر و2500 جنيه للقصب والكل بدأ يزرع بقوة احنا بننتج من بنجر السكر حوالي 1,800,000 طن سكر ومن القصب حوالي 1,000,000 طن سكر وعندنا فجوة تصل إلى 400,000 طن بنستوردها من الخارج 400,000 طن سكر إذن تحقيق حلم الاكتفاء الذاتي أمر يسير جدا على مصر إذا اهتمينا بزراعات قصب السكر وبنجر السكر والمصانع اشتغلت بكامل طاقتها احنا ممكن كمان نصدر السكر المهم اللي انا عايز اكد عليه سواء للسكر او بنجر السكر دي زراعات تعاقدية مع المصانع والمصانع اللي في مصر تعد على اصابع اليدين من فضل حضراتكم العقود تبقى عادلة مع المزارعين مش لازم كل البنود تصب في مصلحة المصانع احنا محتاجين تحديد نسب الشوائب محتاجين اننا نعرف مواعيد التوريد كل ده يبقى واضح في العقود ايضا عند الميزان لازم يبقى فيه لجان محايدة ده هم 10-12 مصنع اللي بيستلموا القصب وبنجر السكر احنا بنستلم القمح على مستوى الجمهورية واللجان بتنتشر في كل المحافظات محتاجين لجان في الكام مصنع اللي بيستلموا البنجر والقصب عشان يتأكدوا من الاوزان وان كل مزارع واخد حقه وزيادة خلي بقى لحضراتكم دي زراعات صعبة جدا ومكلفة جدا للمزارع المصري وإذا لم يحقق عائد من ورائها صدقوني مش هيزرعها النهاردة اللي بين المزارع والمصنع هو عقد التوريد اللي بيحقق كل البنود اللي تكفل حقوق المزارع وأيضا حقوق المصنع ولكن لازم نحسب نسبة الشوائب بصورة سليمة ما ينفعش نلغي الحوافز ونقول أصل حضرتك ما تستحقش هذه الحوافز كمان ما ينفعش أأخر النقل على المزارع وخصوصا في البنجر وبعد كده أقلل في السعر كل هذه الأشياء هامة جدا حتى نضمن استمرار المزارع في زراعة محاصيل بنجر السكر وأيضا القصب مجلس الوزراء ألف شكر على هذا السعر الهام جدا اللي شجع المزارعين على التوسع في زراعة البنجر خلي بال حضراتكم كان في تباطؤ شديد جدا في عمليات زراعة البنجر في أراضي الدلتا الكل مستني السعر وده اللي حذرنا منه ألف
مرة النهاردة في تسارع على التوسع في زراعات بنجر السكر بعد إعلان السعر. كمان في أمر هام جدا وده مطلب عادل جدا من المزارعين، هم عايزين لجان متخصصة تراجع بنود التعاقدات ما بينهم وما بين المصانع اللي بتستلم المحصول. عايزين نضمن حقوق المزارعين وأيضا التزام المزارع تجاه المصنع. خلاص اتعلن أسعار محاصيل البنجر والقصب وده الأصعب، فاضل إجراءات بسيطة جدا ويمر موسم الزراعة بسلام. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان. تشاهدون في حلقة اليوم. أكيد في سبب خلانا نفكر إننا نعمل هذا المؤتمر ونشد خط ونبدأ من جديد معركة الصادرات المصرية. لازم نشجع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، لازم نشجع الشركات الكبيرة أنها تستثمر، الشركات المتوسطة أنها تستثمر. إيه مميزات أتون؟ يعني الغيط طالع له دراعين زي الشكارة زي ما بنشوفها. السلاج بيجيب 30 طن، في الحبوب بيجيب من 24 ل 28 أرداب. دلوقتي مع حضراتكم هنشارك في المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية، مؤتمر هام جدا وشارك فيه عمالقة الصناعات الغذائية في مصر ونظمه باقتدار المجلس التصديري للصناعات الغذائية. خليكم معنا. قطاع الصناعات الغذائية المصري حقق إنجاز كبير جدا خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، الصادرات تجاوزت 3 مليارات و700 مليون دولار، وده كنا بنحققه في سنة كاملة. أما من سنة 2014 حتى سنة 2023 فصادرات القطاع تجاوزت 36 مليار دولار، وفي مخطط حدده المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة المهندس هاني برزي للوصول بحجم الصادرات إلى 7 مليارات و700 مليون دولار، ده بحلول عام 2027، وبجد نقدر نحققه. وخلي بال حضراتكم، احنا دولة كبيرة في قطاع الصناعات الغذائية، وفي أكتر من 13 منتج غذائي مصري تعتبر من أكتر المنتجات تداولاً في الأسواق العالمية، وأبرزها النشا والبصل المجفف والفراولة المجمدة وزيتون المائدة والكلوكوز وغيرها كتير من المنتجات. باختصار، في ثورة حقيقية بيقودها النهاردة المجلس التصديري للصناعات الغذائية للمشاركة بقوة في خطة الدولة للوصول بقيمة الصادرات المصرية ل 145 مليار دولار. وباقتدار نظم المجلس المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية تحت رعاية الوزير الشاب الرائع بجد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللي حط النقط على الحروف واتكلم بوضوح ووعد 7500 شركة مصرية متخصصة في الصناعات الغذائية بوضع خطة خلال 100 يوم تقدم حلول واقعية للتحديات اللي بتواجه القطاع التصديري المصري، وأبرزها برنامج رد الأعباء التصديرية، وخصوصاً إن حجم الصادرات المصرية لا يتناسب على الإطلاق مع حجم الاقتصاد المصري. تعالوا في البداية نقابل المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية عشان نفهم أسباب تنظيم المؤتمر وخطة مساندة شركات الصناعات الغذائية الناشئة لتصدير منتجاتها. المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس شركة إيديتا، عندنا النهاردة المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية. أكيد في سبب خلانا نفكر أننا نعمل هذا المؤتمر ونشد خط ونبدأ من جديد معركة الصادرات المصرية. أكيد طبعاً. إحنا وصلنا لإيه؟ أرقامنا بتقول إيه؟ محتاجين إيه؟ أعتقد إحنا فكرنا في موضوع المؤتمر ده من فترة، لأنه قطاع الصناعات الغذائية وقطاع التصديري بصفة خاصة يعني الحقيقة حقق إنجازات كويسة جدا خلال الأعوام السابقة، وكان مهم جدا إن إحنا نجتمع كمجموعة من المصدرين الأعضاء في المجلس التصديري
بعد الحوار اللي نقدر نقول حوار بين المصدرين والحكومة وممثلة في معالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وحلقات نقاشية، ونطلع في الآخر نقول والله إحنا عملنا كذا، حققنا الأرقام دي وعايزين نحقق الأرقام المستهدفة في ما تم يعني الطموح اللي موجود لدى فخامة الرئيس بتحقيق ال 145 مليار دولار، وإحنا عشان نوصل لهذه المرحلة نقدر صح ولا لا؟ لا نقدر، أكيد نقدر طبعا أكيد نقدر، إنما كلمة نقدر دي ما هياش كلمة كلمة، لا بالعكس هي عايزة فيها وراها حاجات كتيرة ومعنى كتير جدا، إن يجب أن القطاع الخاص وقطاع التصدير يتعامل ويتفاعل مع الحكومة جنبا إلى جنب، ونشتغل مع بعض كفريق واحد، نشتغل مع بعض بأهداف محددة عشان نقدر ننجز، لأن ولا الحكومة هتقدر تنجز لوحديها، أنا بكلمك منتهى الصراحة، ولا القطاع الخاص هيقدر يشتغل لوحده، وبالتالي مهم إن احنا نتكاتف ونحط مشاكلنا مع بعض ونقدر نوصل لحلول قدر المستطاع عشان نحقق الأرقام المستهدفة. أرقامنا النهاردة بتقول إيه اللي تخلي الدولة لازم تساندنا، لازم تقف معانا كقطاع صناعات غذائية مصدر لكل العالم؟ احنا حققنا في الربع في النص الاول من عام 24 3.7 مليار دولار، ده رقم احنا كنا حققه في سنه كامله في 12 شهر، ونسب النمو بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عليها 15%. يعني ايه 15%؟ لما تترجمها كده في الارقام يعني بتتكلم في حوالي زياده في الصادرات مليار دولار كل سنه. هل ده ممكن؟ ايوه ممكن. طب احنا عشان نعمل ده ايه؟ لازم نشجع الشركات الصغيره ومتناهيه الصغر، لازم نشجع الشركات الكبيرة أنها تستثمر، الشركات المتوسطة أنها تستثمر، ونكبر القاعدة التصديرية بتاعتنا. ده الهدف اللي احنا اشتغلنا عليه كمجلس تصديري خلال الأربع سنوات الماضية، وبالتالي زي ما حضراتكم شفتوا النهاردة وزي ما قلت الصبح النهاردة، احنا مش عايزين نخلي دور المجلس دور معارض وفقط لا غير، نحن معارض المعارض المعارض، وده كانت فعلا النهج اللي كان موجود في السنوات السابقة. لا، المجلس التصديري دوره أهم من كده بكتير. حضرتك شفت النهاردة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الراجل واقعي جدا، طرح التحديات اللي بتواجهنا وقال حلول، ووعد خلال 100 يوم كما وعد رئيس الوزراء ان هيقدم خطة كاملة للنهوض بجميع القطاع او القطاعات التصديرية في مصر. تعليقك وخاصة على امر هام جدا، قالك اللي هيصدر ويحط الدولار في البنك هياخد الدعم التصديري فورا في اقل من 3 شهور. أكتر حاجة عجبتني النهاردة في كلمة معالي الوزير الشفافية والمصارحة. أنا جيت وشايف أنه القطاع الخاص دوره مهم جدا ولكن معبأ ومكبل بالأعباء، ودي 1 2 3 4، شايف أنه برنامج رد الأعباء ده مهم جدا ولازم يبقى موجود، والراجل لازم فيه إسراع والراجل أنا اللي عجبني برضو أنه هو مش جاي يلا أنا هاخد قرارات، لا أنا عايز أدرس القرارات. الميت يوم حضرتك محتاج إن هو يركز في إيه؟ أو وزارة الاستثمار تركز في إيه قبل ما نطلع استراتيجية ممكن نمشي عليها سنين؟ أنا أعتقد هو هيركز الأول في المشاكل الموجودة، هيركز الأول في الأعباء اللي موجودة على المصارحة، هيركز على المشاكل اللي بتعوق حركة الاستثمار أولاً وحركة التصدير والتجارة الخارجية. عشان تخرج يعني بضاعة 140، الشحنة 140 يعني دولار. إحنا بنتكلم في الموضوع ده بقالنا 30 سنة. يعني أنا دول كتيرة جدا قبلينا بكتير النهاردة بتروح خلاص أنا بستورد نفس السلعة ونفس المادة الخام دي، وأنا شركة كبيرة محطوطة على الوايت ليست وبستوردها من المورد الفلاني ده بقالي 30 سنة، لازم كل شحنة تيجي وأفضل أقف وأعمل تحليل وأبعت مش عارف فين وأقعد لأربعين 45 يوم وأدفع أرضية ليه يا جماعة؟ لازم. طب ده ناتج عن إيه؟ ناتج عن عدم وجود ثقة. يعني الشركات الكبرى النهاردة بتستورد مادة خام بقالها زي ما بقول حضرتك سنوات عديدة، طب ايه المشكلة ان انا يبقى في جرين كوريدور البضاعة دي تخش المينا تطلع، وما فيش مانع وما يمنع ابدا ان انا اعمل من وقت للآخر ان انا اشيك على ما كل صحيح. دي بتقلل من تنافسية مصر، ما انت بتدفع ارضيات وبتدفع جمارك، ولازم الفكر، وهو ده اللي اشتغل عليه اعتقد هشتغل عليه المهندس حسن الخطيب، الفكر بتاع الجهات الحكومية 67 جهة دي، الفكر ان هي تلم رسوم وتلم اموال من القطاع الخاص عشان تقدر تصرف على نفسها، لا ده فكر خطا. دلوقتي هنقابل اللواء شريف المواردي رئيس الهيئه المصريه العامه للمعارض والمؤتمرات، وهنناقشه في ملف مسانده الشركات المصريه في المعارض المحليه والدوليه. خليني ابدا مع حضرتك واقول لك ان المشاركه المصريه في جميع القطاعات بالمعارض الدوليه هو المفتاح عشان نقدر نصدر منتجاتنا للخارج. النهاردة أكيد عندنا سياسات جديدة وعندنا موازنات لازم نلتزم بيها،
من 2010 مثلا كانت ميزانيه الهيئه حوالي 40 مليون دولار، كنا بنشارك في كل المعارض. النهارده احنا بنتكلم في قد ايه؟ حوالي 300 مليون جنيه. هل ده يكفي لكل القطاعات انها تشارك في المعارض الدوليه وخصوصا انها واجهه لمصر؟ الهيئه المصريه للعمل المعارض والمؤتمرات هي بتطبق القواعد، هي منفذه للقواعد اللي بيرسوها وبيحطها دوله رئيس مجلس الوزراء. القواعد دي ثابته وما اتغيرتش من سنه 2020، فبناء عليه احنا الهيئه بنشتغل كاداه ووسيله لتسويق المنتج المصري في الخارج. بنزود عدد المعارض بتاعتنا على المستوى الدولي، السنه دي عندنا اكتر من 140 مشاركه في 140 دولة، 140 جناح مصري هيشارك في الخارج. والأصل في الاشتراك بتاعنا في أي حتة في العالم هو الاشتراك المجمع وليس الاشتراك المنفرد. الميزانية بتاعت الهيئة وميزانية صندوق دعم الصادرات لدعم الصادرات المصرية، احنا الدولة ما بتتأخرش عن المنتج المصري أو المصدر المصري. أي مصنع أو أي مصدر صادراته فوق المليون دولار بياخد 60% دعم، صادراته أقل من مليون دولار بياخد 80% دعم. يعني لو الرحلة بتكلفه 1000 دولار الدولة بتديك 800 دولار. حضرتك طلع قرار من هيئة المعارض بيقول إن المشاركة في كل مجلس 5 من كل مجلس مصدرين في المعرض ده اللي هياخدوا الدعم، هو إيه سبب القرار ده؟ حضرتك القرار والقواعد اللي موجودة بتاعة المشاركة في المعارض الدولية لا تقل عن 5 شركات، فبالتالي أنا لو جات لي شركة واحدة عايزة تطلع معرض في البرازيل في ألمانيا أديها إيه؟ لو أجالي شركتين أديهم إيه؟ الأصل هو الاشتراك المجمع. الاشتراك المنفرد لو الهيئة ما قدرتش إنها توفر لك اشتراك مجمع، لو في أي معوقات لأي جهة إنها تعمل لك اشتراك مجمع ساعتها الهيئة هتشوف إنها تحولك لاشتراك منفرد، وبرضو طبقا للقواعد اللي بيضعها رئيس الوزراء. يعني احنا داعمين سواء اشتراك منفرد او اشتراك مجمع. ده انا هضيف لحضرتك حاجه كمان، ان احنا القانون بتاع انشاء الهيئه سنه 56 بيدي صلاحيه للهيئه انها بتنظم معارض لوحدها بنفسها وبالمشاركه مع القطاع الخاص. ساعات في تعليمات بتجيلك بتنفيذ معرض في جهه معينه، هيئه المعارض شايفه ان هي تطلع جنوب السودان، تطلع جوبا، تطلع ليبيا، تطلع العراق، تطلع كذا. فهيئة المعارض والقانون إنشائها بيتح لها إنها تنفذ معارض مستقلة برا بعيد عن الاشتراك المجمع وبعيد عن الاشتراك المنفرد. بنقول للشركات تنظيم معارض والمجالس التصديرية وكل الجهات في الدولة، عايز تنظم معرض ولا عايز تخش اشتراك مجمع ولا عايز اشتراك منفرد، تعالى لهيئة المعارض وهيئة المعارض هتساعدك. بنشجع التعامل مع القطاع الخاص، بنشجع التصدير، عايزين نشتغل في التصدير وعايزين نشتغل مع القطاع الخاص عشان نزود نسبة الصادرات بتاعتنا إن شاء الله الفترة الجاية. تصدير المنتجات الغذائية المصرية للمملكة العربية السعودية بيعتمد على حصول الشركات المصرية على شهادة مطابقة من شركات عالمية في مصر. دلوقتي هنقابل المهندس فتحي غالي مدير تطوير الأعمال في شركة تبصير، وهي واحدة من الشركات السعودية العاملة في مصر لإصدار شهادات المطابقة، يعني استيفاء المنتجات للمعايير السعودية. وبالمناسبة هنقترح أمر هام جدا، إحنا بقالنا 4 سنين مستنيين لجان هيئة الدواء والغذاء السعودية لاعتماد الشركات المصرية في القائمة البيضاء السعودية للسماح بتصدير منتجاتها لأسواق المملكة. طيب ليه شركات التفتيش لإصدار شهادات المطابقة ما يبقاش من أنشطتها اعتماد الشركات المصرية في القائمة البيضاء السعودية؟ ركزوا معاه. احنا شركة سعودية في مصر بنعمل تفتيش على شركات الصناعات الغذائية عشان نقدر ندخل منتجاتها للسوق السعودي. دي قرارات اتخذت واحنا وافقنا عليها، وشركات الصناعات الغذائية تمام، ومنتجاتنا بتدخل بسلاسة كبيرة جدا عن طريق شركات حضراتكم، صح كده؟ مظبوط. طيب وضح لنا الدور، بنعمل ايه، بنتحرك ازاي، شهادات الاعتماد بتطلع على اسس ايه هي؟ اي منتج بيدخل السعوديه
لازم يكون ملزم عليه ان هو يطلع شهاده مطابقه المنتج اللي هي شهاده السي او سي. بيتم الاول ان احنا بناخد عينه من المنتج اللي هيتصدر نوديه معمل معتمد، بعد ما نتيجه الاختبار تطلع اذا كانت مطابقه للمواصفات السعوديه نبدا الخطوه اللي بعد كده مرحله التفتيش على الشحنه قبل ما توصل للسعوديه. بعد ما يتم اجراء التفتيش بيطلب بعض المستندات والاوراق طبقا للمتطلبات سلامه الغذاء السعوديه، نبدا نطلع الشهاده بحيث مجرد ما الشحنه بتوصل السعوديه يكون معاها الشهاده ورقم الشهاده مسجل على منصه فسح. المنصه دي موجوده في السعوديه، رابط الشغل اللي بيجي من مصر او من اي دوله للسعوديه، فالشحنه تدخل السعوديه بكل سلاسه بدون تعطيل بدون اي اجراءات. مفيش فحص اخر في المملكه العربيه السعوديه؟ لا او لا. تحليل العينات خلاص، بمجرد ما الشهاده طلعت يبقى كده الشهاده مطابقه للمواصفات السعوديه، ما يتمش اجراء فحص تاني او تفتيش. عندنا في معضله خليني اقول لك عليها، اقول لك مقترح في دماغي كده ينفع ولا لا. احنا بقالنا 4 سنين مستنيين لجنه من هيئه الدواء والغذاء السعوديه لاعتماد الشركات المصريه عشان تدخل في القائمه البيضاء السعوديه. مزبوط. عشان تقدر تدخل منتجاتها وحضرتك تفتش عليها. مزبوط. صح ولا لا؟ مظبوط. طيب بقالنا 4 سنين مستنيين هذه اللجان. المقترح باختصار شديد جدا، انتم اهل ثقه والمملكه اختارتكم شركه تبصير، طب ليه حضرتك ما تفتش علينا وتحل محل اللجنه اللي بقى لها 4 سنين ما جاتش وتعتمدنا وتدخلنا القائمه البيضاء؟ هو احنا كشركه تبصير بنمتلك القدرات والكوادر الفنيه والمؤهله ان هي تقدر تقوم بالموضوع ده. القرار في الاول والاخير بيرجع لسلامه الغذاء السعوديه. برضو ننوه ان مش كل الشركات الزامي عليها تكون وايت ليست في السعوديه، يعني اغلب المنتجات الالبان الاجبان المنتجات اللي زي الفروزن اللي هي الخضار والفاكهه دي كلها المنتجات دي الزاميه ان هي تطلع الوايت ليست، لكن بقيه المنتجات الثانيه مش الزامي عليها تكون مسجله وايت ليست في السعوديه. زي ايه؟ في المكرونه مثلا، بعض المنتجات زي الشيبسيات، الشوكولاته وغيره، يعني مش هنعد منتجات معينه. يعني اتمنى ان المقترح ده يلقى صدى في المملكه العربيه السعوديه، واتمنى ان هيئه الغذاء والدواء السعوديه المؤقره تدرسه. لو درس هنفتح مجال كبير جدا، والسعوديه اكبر مستورد للصناعات الغذائيه المصريه. صحيح، ده هي. والسوق المصري كمان مستهدف بالنسبه للسعوديه، لان السوق المصري والشركات المصريه والمصانع المصريه شركات كلها كبيره بتصدر لاوروبا وامريكا وافريقيا، وطبعا مستهدفين السوق السعودي. فان شاء الله في خلال الفتره الجايه باذن الله ان الموضوع ده يكون ليه حل وتتحل ان شاء الله في اقرب فرصه باذن الله. تعالوا بقى نلتقي النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعيه عشان نطمن على صادراتنا من الحاصلات الزراعية الطازجة في نهاية موسم 2023-2024 التصديري. خلينا نتكلم على خطط وضعتها كل المجالس عشان تقدر تضاعف صادراتها. عندنا خطة كبيرة جدا ومستهدفة من الدولة والدولة بتدعمها. طيب هنستفيد ازاي؟ اولا وصلنا لفين في الارقام؟ ارقامنا بتقول ايه؟ ارقامنا لحد يوليا 24 حققنا حوالي تقريبا ان شاء الله هنوصل ل 4 مليار و240 مليون. ده لاول مره في تاريخ الحاصلات الزراعيه المصريه في التصدير. ده اول مره، يعني السنه اللي قبليها حققنا 3 مليار و800 مليون، فحققنا حوالي 400 مليون زياده في الصادرات، وده رقم كويس جدا. وانا رايي ان انا عشان اقدر ان انا احقق زيادات مستمره في القطاعين سواء الزراعي أو الصناعي، إن لازم هناك سياسة زراعية واضحة جدا. عايز أنت تعرف معدل استهلاك لكل محصول قد إيه للفرد، زائد المصنع اللي هو بياخد منه، زائد الحصلات الزراعية بتصدر قد إيه. يعني البطاطس مثلا المصنع بياخد 1 مليون طن، الحصلات الزراعية بتاخد 1 مليون طن تصدير، يبقى الباقي قد إيه؟ هل الباقي بيوفي سوق المحلي ولا لأ؟ هي دي الحته، يعني انا شايفها، يعني قد وانا يعني مش خبير قوي، ولكن يعني اقدر اقول ان هي لابد ان السياسه الزراعيه وتوفر واتاحه الاراضي الزراعيه للناس سواء بحق الانتفاع او سواء بالبيع باسعار مناسبه للجادين، يعني هي دي الهدف. اعتقد الدول اللي بنستهدفها في الموسم الجديد الزراعي، والله بص احنا نفس الدول، احنا بنصدر لحوالي 90 دوله، كل الدول العربيه كل بنصدر لها حوالي 35% من صادراتنا. الاتحاد الأوروبي 24% من صادراتنا، بنصدر كمية كبيرة 1,400,000 طن، والدول خارج الاتحاد الأوروبي 21% من صادراتنا. آسيا
كانت 15% بس السنة دي هتنزل بعد عملية البحر الأحمر، وإفريقيا 2% والأمريكا والدول المركسور حوالي 3%. تعقيب حضرتك على كلمة قالها النهاردة الوزير المهندس حسن الخطيب، الدولة عايزة تشوف الدولار التصديري، انتوا بتصدروا والدولة ما بتشوفش الدولار ده. دي نقطة مهمة جدا، والحقيقة أنا مرضتش برضو أذكرها في أثناء المؤتمر، لكن هي هل بيصل هذه المبالغ إلى البنوك فعلا؟ ما أعرفش، لأن إحنا الحصيلة التصديرية للحصيلات الزراعية مجبر الراجل بياخد دعم إن هو لازم يوديها للبنوك، لكن السؤال هل الراجل اللي ما بياخدش دعم ومعليش أي التزام أو إلزام إن هو يضع الفلوس في البنك، دي بقى السؤال اللي تقدر تسأله للوزير أو للدولة. يعني الحل إيه وجهة نظرك؟ لا، الحل لازم الناس، أول حاجة لازم كل المصدرين لابد إن هم يجيبوا حصيلتهم، وطبعا مش عايزينها بطريقة يعني بوليسية وإجبارية أو حاجة كده خالص يعني، ولكن لابد إن الناس تبقى تفهم إن، ولازم الناس تبقى مسجلة في كل المجالس التصديرية. احنا عندنا حوالي 1500 واحد مش مسجل، ما بيعرفش التشريعات ايه، ما بيعرفش كل صحيح. الامور، فبالتالي لابد ولازم يتعدل بقى السجل المصدرين، عشان يجبر الراجل المصدر عشان عايز ياخد سجل المصدرين يشترك في المجالس التصديرية بصفة عامة. خطتنا في الموسم التصديري لعام 2024 في قطاع الصناعات الغذائية هو الوصول بقيمة الصادرات المصرية لحوالي 6 مليارات دولار، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وخصوصا في شرق أسيا وأوروبا وكمان دول أفريقيا اللي يدوبك بنصدر لها حوالي 7% من إجمالي الصادرات الغذائية، ده بخلاف زيادة صادراتنا للولايات المتحدة الأمريكية اللي بتستحوذ على 5% فقط من الصادرات الغذائية المصرية. التحديات كبيرة، ولكن نقدر ننافس بقوة لأن منتجاتنا جودتها عالية وسعرها منافس جدا. تشاهدون بعد قليل. إيه مميزات أتون؟ يعني الغيط طالع له دراعين زي الشكارة زي ما بنشوفها. السلاش بيجيب 30 طن، في الحبوب بيجيب من 24 ل 28 أرداب. دلوقتي مع حضراتكم هنتوجه إلى محافظة الفيوم، هنزور مزارع محصول الذرة الرفيعة، أما الصنف فهو أتون، وده واحد من أفضل أصناف الذرة الرفيعة اللي اتزرعت في مصر. خليكم معانا. الذرة الرفيعة أو السرجم مساحته الإجمالية في مصر حوالي 400 ألف فدان، والمزارعين بينتجوها كسيلاج للأعلاف الحيوانية لأن البروتين فيها بيوصل ل 14%، أو كحبوب للطيور أو كغذاء للبشر، بيتعمل منها أحلى عيش في الوجود العيش الشمسي، وبتتركز زراعاته في مصر بمحافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا. أما أشهر هجن الذرة الرفيعة في مصر حالياً فهو صنف هندي اسمه التجاري آتون، وهو مستورد لصالح شركة فيوتشر انترناشنال للبذور، وإنتاجيته بتتراوح ما بين 24 ل 28 أردب كحبوب للفدان، أو 30 طن كسيلاج، وأخره في الأرض 100 يوم بالكتير، وكمان مقاوم لأمراض المن والندوة العسلية، وبيتحمل الملوحة والإجهاد الحراري، يعني صنف كله مميزات، وده اللي خلى معظم المزارعين بيتوسعوا في زراعته. زرنا في محافظة الفيوم أراضي الذرة الرفيعة صنف آتون اللي بتشرف عليها فنياً وإرشادياً شركة فيوتشر انترناشنال للبذور، وكان واضح جداً قوة وحجم الأناديل اللي شايلة حبوب الذرة الرفيعة ووزنها ولون الحبوب الفاتح، هجن رهيب بجد. وبالمناسبة مصر بتدرس حالياً إضافة الذرة الرفيعة لدقيق الخبز بنسبة 20% للاستفادة من قيمته الغذائية المرتفعة وتقليل فجوة استيراد الأقماح. تعالوا في البداية نتعرف على الهجين آتون خلال لقائنا مع المهندس هيثم سعودي مدير البيع والتسويق في شركة
فيوتشر انترناشنال للبذور، وعلى فكرة هو بيمتلك خبرة بتمتد لحوالي 22 سنة في قطاع البذور. من حوالي 3 سنين أنا زرت مع حضرتك محافظة أسيوط، صح كده؟ مظبوط. وشفنا مع بعض هجن أو هجين الدرة الرفيعة. أتون، أيوه. طبعاً أتون. الصنف ده انتشر انتشار كبير جداً على مدى 3 سنين في كل محافظات الصعيد، ونجحنا نجاح ان احنا حتى وصل للوجه البحري، رغم انه يقول لك في الوجه البحري ما ينفعش الدوره الرفيعه، لا احنا زرعناها في الوجه البحري والنتائج كانت كبيره جدا. مظبوط. طيب ايه مميزات اتون؟ الملك اتون، يعني انا بقول عليه الملك اتون لان احنا اول ما جبنا الهجين دوت من الهند طبعا جبناه من شركه جي كي وسجلناه في 2019 وابتدينا بيه، كانت كميات صغيره على اساس ان احنا طبعاً نشوف طبعا التسجيل ده قواعد ومعايير بقى مركز البحوث لدخل. قعدنا 3 سنين بنسجل في مركز البحوث واحنا بنقيم بره ونشوف زي ما قلت لحضرتك قبل كده. تمام. في المحطه البحثيه وفي الحقول الارشاديه مع المزارعين في محافظات الفيوم واسيوط وسوهاج وقنا. هو يدوبك في الارض بيقعد 100 يوم. هو 100 يوم لانه صنف مبكر. يعني زرعه حلوه في 100 يوم بتخلص. لا 100 يوم 100 يوم بيقدر ان هو يشيله من الارض وتمام ويحصده وانتاجه بسم الله ما شاء الله كويس، يعني مش اقل من 24 اردب يعني. سلاج وحبوب. سلاج وحبوب طبعا. مميزاته بقى ما بتاثرش بالدود الحشد زي الذره الشامي، بيستحمل درجات الحراره العاليه، بيستحمل الملوحه. اديني انتاجيات سواء كسلاج او كحبوب. بس السلاج بيجيب 30 طن، في الحبوب بيجيب من 24 ل 28 اردب، تقريبا من 3 طن ل 4 طن. وعندنا صنف تاني توت طبعا جربناه والحمد لله في الفيوم كويس، وعندنا صنف تاني متسجل خوفه ده لسه هينزل ان شاء الله، وتتوالى الاصناف ان شاء الله بالنسبه للفيوتشر. يعني احنا مركزين في حته الذره الرفيعه دي وخصوصا من الهند، لان احنا جربنا اصناف كتير وجربنا من دول كتير وبقوه امريكا. تمام. والاصناف الامريكيه ما بتجودش في الاراضي المصريه. وليه ما بتجودش في الاراضي المصريه؟ اصناف امريكيه وقعت في مصر هنا. بالنسبه للمزارع، لان الحكم ما بيني وما بين اي صنف او اي شركه انتاج. او اي حاجه الانتاج والفلاح ادرى مني ومنك في الحته دي. يعني لو الفلاح بيبقى عنده حاجه، هو كلهم في الارض عاوز الحبايه البيضه، الانديل يبقى مفتوح متهوي ما بتصابش بالندوه العسليه بالمن، ما يجيلوش تفحم، واخد بال حضرتك؟ فيقول لك لا انا عاوز الصنف الابيض ده زي ما حضرتك شايف كده الاتون، لا صنف ابيض حبايته بيضة قريب للبلدي، فده فيه نسبه نشا، فيه نسبه بروتين. فعشان كده كان هدفنا ان احنا نتجه للسوق الهندي، وابتدينا نركز على الهند وجبنا من احسن شركه في الهند جي كي، شركه هنديه، شركه كبيره معروفه، وسجلنا الاصناف. والحمد لله النهارده احنا بدانا في اتون في 2019 كنا تقريبا حوالي واخدين 10,000 فدان في اول سنه، تاني سنه 75,000 فدان، النهارده وصلنا 200,000 فدان ما شاء الله خلال اربع سنين، استحوذنا على 50% من اتون. من اتون 50% من الذره الرفيعه النهارده اتون، والحمد لله في الارض الجديده. زيد على كده النهارده محافظات وجه بحري، محافظات وجه بحري النهارده في السلاج بقى يطلب اتون بالاسم. احنا عاوزين الهجين ده لانه هو بيحاول في نسبه تحويل في اللحم كويس جدا بشكل غير عادي، سريع جدا في التحويل، الانديل بتاعه محترم جدا، الانديل كويس جدا، وفي نفس الوقت انتاجاته كويسه وما بتصابش بقى بدوت الحشد مثلا في وجه بحري، فعشان كده بقى كويس. هما هناك قليلين العصافير. ليه ما بيصابش؟ اقول لسيادتك الذره الرفيعه عموما بتبقى فيها ماده غضه فما بتبقاش مستقاه بالنسبه للدوده يعني. تمام. هي الدوده ليها مراحل طبعا، البيضه واليرقه والعذراء وتتحور بعد كده ليها دوره كامله، فعبال ما بتلحق توصل للدوره النهائيه دي بيكون الهجين ده بيكون عدى لانه مبكر. وبعدين الانديل ده هو الدوده بتيجي في الاخر في الكوز في الدوره الشامي، ودي المشكله ان هي بتخش في الكوز وتقعد في الكوز. تمام. في البلعوم هنا ما بتجيش في الهجين دوت في الاتون في الدوره الرفيعه. الدوره الرفيعه ممكن يتصاب بالندوه العسليه، يتصاب بالتفحم، دي المشاكل الدوره الرفيعه، بس مع صنف اتون ما بيتصابش لانه اقل عرضه للاصابه من اي صنف تاني، لان احنا قلنا ان هو صنف مفتوح مش مقفول، فعشان كده الضوء داخله على طول والشمس داخلاه، فنسبه الاصابه فيه بتكون اقل من اي هجين تاني. احنا التقاوي دي بنستوردها من الهند سنه بسنه، مفيش حاجه اسمها تقاوي بيتا تقاوي من السنه اللي فاتت. لا 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 احنا سنه بسنه، هو حصاد يجي التقاوي بتاعتنا. حصاد بيجي فريش على طول في شهر فبراير، تيجي هنا توصل عندنا في شهر ابريل، تبتدي تنزل السوق في اخر شهر ابريل على طول. ليه بقى انا شخصيا مهتم بالذره الرفيعه او اتون؟ المفروض ان احنا كدوله بنفكر النهارده وفق تكلفات محدده، عايزين نخلط 20% من الذره الرفيعه اللي هي بتعمل قيمه غذائيه حقيقيه لرغيف العيش نضيفها لقمح الخبز، نرفع القيمه ونقلل وارداتنا من القمح المصري. بالظبط. طب هنقلل قد ايه؟ ما يقرب من 660 ل 700 مليون دولار، يعني حوالي 35 مليار جنيه. هنقدر نوفر الكميه دي من التقاوي؟ هنقدر ان شاء الله نوفر. عايز على الاقل مليون فدان تتزرع بالدوره الرفيعه ان شاء الله في خلال 3 سنين تقدر توصل للتارجت دوت. احنا النهارده واصلين 400,000 فدان، في خلال 3 سنين نقدر نوصل لمليون فدان وممكن اقل من كده. انتاجيه من 3 ل 4 طن الفدان. انتاجيه من 3 ل 4 طن الفدان. احنا ما هنقول متوسط، هنقول اقل حاجه مثلا 3 طن الفدان. 3 طن الفدان احنا هنجيب مليون فدان، هنجيب المليون فدان
ان شاء الله دولت هيتزرعوا باذن الله، التوابل بتاعتهم موجوده ومضمونه، واتوم من اقرب الاصناف او اكتر الاصناف اللي هي تقدر تستخدم في منظومه الطحن ويتخلط مع الدقيق وما ياثرش على جوده الخبز. بالتجارب الاتون بس الحمد لله رقم واحد يعني في الموضوع ده. دلوقتي هنقابل عمرو بدر مدير عام تطوير الاعمال في شركه فيوتشر انترناشونال للبذور، وهيشرح اسباب اتجاه الشركه لانشاء مركز بحث وتطوير خاص بتطوير هجن الذرة الشامية والذرة الرفيعة. خليني أقول لك حاجة، كشركة عجبني جدا، بندخل هجن عالمية مطلوبة في السوق المصري، عندنا أبحاثنا ومركزنا اللي بنشتغل عليه عشان نطلع هجن وطنية مصرية بنسبة 100%. شفنا مع حضراتكم الـ S500 هجن ذرة أصفر محترم. أفهم إحنا مين بقى؟ فيوتشر انترناشونال للبذور هي شركة مصرية بنسبة 100%. الشركة أسسناها في سنة 2015. طبعاً إحنا متخصصين في بذور الخضر وبذور المحاصيل الحقلية، ومن المحاصيل الحقلية طبعاً تقوي الذرة الشامية والذرة الرفيعة، ومنها طبعاً هجين سورجم أتون اللي إحنا جايين بنتفرج عليه النهاردة، وهجين سورجم توت، واللي بدوره طبعاً بيساعد السادة المزارعين والسادة المستثمرين طبعاً في الأراضي الجديدة وأصحاب المزارع، علشان يقدر يوفر لهم أعلى إنتاجية من محصول الذرة الرفيعة، سواء كان الغرض حبوب أو سلاج. إحنا عندنا مركز أبحاث قوي جداً. ليه عملنا المركز ده؟ بنشتغل عليه إزاي؟ يعني نقدر نطلع أصناف في 6-7 سنين؟ إحنا بنتحدى الأرقام العالمية في استخراج الهجن، صح ولا لا؟ أو تربية الهجن. ده حقيقي. هدفنا ايه من المركز ده؟ هدف المركز البحوث دي كانت البدايه في الشركه، ان لازم يبقى في قسم تطوير الاعمال وبيندرج تحتيه قسم البحوث، سواء بقى البحوث في المحاصيل الحقليه او في الخضر، لكن كان الاشد حاجه بالنسبه لنا هي محاصيل الذره الشاميه او محصول الذره الشاميه، لان هو الاكثر احتياجا بالنسبه لمصر، فكان لازم يبقى عندنا هجين الهجن الخاصه بشركه فيوتشر. فدي كانت بدايه الاس 500، ان ده كانت البدايه بالنسبه لنا. احنا كنا حاطين يعني عاملين البلان بتاعتنا ان هي يكون فيها اكتر من تقريبا 15 صنف، بس سنه ورا سنه هنلاقي كل سنه في جديد من فيوتشر. يعني في خلال السنتين الجايين هيبقى في 3 اصناف ذره صفراء جديده بمختلف الادابتيشن بتاعتها. ممتاز. بالنسبة برضو للدورة البيضاء في صنفين مختلفين، يعني احنا بنتكلم البريدنج لو بنحسبها عمريا كده، البريدنج هيبقى 20-23، ده بريدنج، فيعني واخد كل الأمراض، مقاوم لأمراض كتير جدا، أمراض الرؤاد، الأمراض اللي بقى في أصناف كتير بقى لها 20 سنة موجودة في السوق مش قادرة تقاوم التغيرات الجديدة، ندرة المية، المشاكل اللي احنا بنواجهها في مصر وتقلب المناخ. المزارعين، احنا هنقابل دلوقتي مزارع او اتنين، ولكن عايز اعرف منك بتشوف ازاي تعليقاتهم على الصنف ده؟ السعادة، يعني احنا دايما عندنا امثلة، احنا عندنا لو بصينا في ديزاين كده معمول لفيوتشر حد بدراعات كده، فدايما كان في افيه طلع كده ان يعني الغيط طلع له دراعين زي الشكارة زي ما بنشوفها. ده كانت من ضمن الحاجات تعليقات المزارعين على ده، دليل على قوة الهجين، والناس بتبقى قد ايه فرحانة ان هم حتى ما بيزرعوا اي صنف موجود في السوق، فما فيش مجال للمنافسة تماما مع الاتون. طب ليه دايما بتقولوا عليه اقوى هجين سرجم في مصر؟ عايز افهم. بص حضرتك، هي السلوجان ده احنا طلعناه لاسباب كتير جدا، هي طبعا اسباب تسويقية. خلينا نتكلم عن العامل الاول وهو اللي الناس كلها شايفاه واللي ما حد الكلام يعني معلوش بخار، الانتاجيه طبعا اتون احنا بنتكلم الحد الادنى او المتوسط، لو هنقدر نقول متوسط 22 اردب بيوصل معانا لحد 28 اردب، وبيوصل لحد السلاج بيتخطى 30 طن. فالفكره كلها هنا ايه؟ ان كانتاجيه احنا عدينا الحته دي. طيب الحته الثانيه ومن النقط المهمه جدا اللي بتخلي اتون متميز، انه صنف مسجل طبعا في مصر، ده شيء طبيعي. اللي مش طبيعي ان هو يبقى مسجل في الهند ومعتمد في الهند من قبل منظمة الـ OECD. النقطة الأخيرة زي ما أنا وضحت من شوية، حتة إن هو اختياره كان بعناية جدا علشان نقدر نواكب بيه ونلبي بيه احتياجات المزارع المصري. احنا النهاردة ممكن نعمل خلط ما بين القمح والذرة الرفيعة، بنسبة 20% تدخل الذرة الرفيعة هتوفر لنا كتير جدا. مظبوط، ده حقيقي فعلا. احنا جاهزين، هنقدر نوفر الكميات اللي نتوسع في زراعة الذرة الصفراء. احنا جاهزين بالظبط، احنا جاهزين جدا في اي وقت، لان احنا من اكبر مستوردين تاوي الدور الرفيعه في مصر. بالنسبه للنقطه الثانيه، تكلفات الرئيس اللي احنا سمعنا بيها دلوقتي، ان هيتم خلط نسبه 20% من الدور الرفيعه مع دي القمح، فده شيء هيبقى ليه مردود كويس جدا، لانه هيخفض معانا
فاتوره استيراد القمح ويرفع القيمه الغذائيه للعيش. بالظبط هيرفع معانا بالظبط هيرفع طبعا معانا القيمه الغذائيه للعيش، وده اكيد الدراسات هتثبت ده بعد مرور فتره معينه وبعد ما يتم التجارب. واحنا جاهزين طبعا ان احنا ندعم وندخل في الموضوع بشكل قوي جدا، وعايزين لو في فرصه طبعا لو وزاره الزراعه تسمح لنا ان احنا نقدر نوفر التاو من خلال منافذ وزاره الزراعه، ونقدر ندخل في المشاريع الكبرى سواء المشاريع اللي موجوده في توشكا او المشاريع الجديده اللي موجوده في الضبعه، فاحنا جاهزين جدا جدا جدا، وهنقدر نقدم الدعم الارشادي وهنقدر نقدم الدعم الفني كمان بعد الزراعه. صاحب الارض اللي حضراتكم بتزوروها دلوقتي هو المزارع محمد عبد القوي جوده. تعالوا نفهم منه ليه توسع في زراعة الذرة الرفيعة من الصنف أتون. ركزوا معاه. أولاً يسلم إيدك على زرعة أتون، أنت جاي هايلة، واضح أنك تعبت في أرضك، واضح أنك خدمت عليها كويس جداً. فعايز أفهم منك بنستخدمه في إيه؟ معاملاتك الزراعية اللي وصلت بالمحصول بالشكل ده إيه هي؟ أولاً استخدامي ليه بستخدمه كسلاج للعلف المواشي خاص بيها مشروعك انت منتج حيواني. عندك كم راس بقى؟ عندي 2000 راس. 2000 راس؟ اه. انتوا بتزرعوا كعيله 30 فدان. حضرتك مسؤول عن 2 فدان منهم، دول ملكك انت. لكن كعيله بتزرعوا 30 فدان بأتون. بالظبط. صح كده؟ تمام. مغطينك بالكامل في ال 2000 راس؟ لا، ساعات بحتاج من بره، بس برضه لازم اجيب نفس النوع ده لانه هو احلى نوع، بيديني نسبه بروتين عالي في العلف، برضه بستخدمه كحبوب غلال برضه بدخلها في العلف، بزائد الأصناف التانية اللي كنت بستخدمها قبل كده ما كانتش بتديني نفس المطلوب سواء في البروتين أو في التحويل أو في الغلال. كم سنة بتزرع أتون؟ بقالي سنتين. سنتين ما شاء الله عليك. بس السنتين دول يعني حسيت بالفرق جامد جدا، بنسبة 50% فرق ما بين دودة، فنسبة كويسة جدا. إنتاجاتك في السلاجة قد إيه وفي الحبوب قد إيه؟ بالنسبه للحبوب بس الفدان بيطلع معايا حوالي 24 اردب، وفي السلاج بيطلع معايا حوالي من 30 طن. ما شاء الله عليك. وزي ما حضرتك شايف انا، لا انا عايز اسمع، انا شايف الحلاوه كلها لكن عايز اسمع منك بتعمل ايه. زياده عن اي حد، لان انا بحب اخدم الزرعه عشان تطلع بالوضع اللي انت شايفه حضرتك ده، بحب زرعه تبقى فارقه، والتقوي نفسها مساعداني على انني اعمل كده. يعني بتقدر تفجر الصفات الوراثيه للبذره اللي انت بتشتغل عليها، صح كده؟ برافو عليك. المزارعين اللي حواليك لما بيشوفوا الراجل المحترم ده اللي قدامي زرع بالشكل ده وانتج بالشكل ده بيقلدوك بيسالوك بيعملوا ايه؟ طبعا بيجي يقولوا لي انت زارع نوع ايه ومنين واسم الشركه ايه. زكاة العلم احكي. فانا بدلهم وبقول لهم على الحاجه دي، وحضرتك كل السنه دي كل الناس اللي في المزرعة اللي حواليا لما شافوا الانتاج عندي السنه اللي فاتت مهول بداوا يجيبوا نفس التقاوي دي السنه دي ويمشوا عليها. هاني نادي وكيل معتمد لشركه فيوتشر انترناشنال للبذور، وهو المسؤول عن الترويج والتسويق لمنتجات الشركه، هيكلمنا دلوقتي عن الهجن اتون. استاذ هاني نادي، حضرتك موزع معتمد لشركه فيوتشر انترناشنال للبذور. تمام. مسؤول عن توزيع اتون، صح كده؟ تمام. اخبارنا ايه وبنساعد ازاي الناس وبندعمهم فنيا ازاي؟ احكي لي بالراحه. والمساحات المزروعه قد ايه من حجم التقوي اللي اتباعت؟ احنا في الفيوم باعين بتاع حوالي 50 طن في الفيوم، في ما اعتبر كلهم في مركز طميه. تمام. اشتغلنا باصناف كتيره خالص. دي تزرع مساحه قد ايه؟ الشكاره بتزرع فدان. الشكاره بتزرع 5 كيلو بتزرع فدان. بندعم الناس ازاي فنيا بقى؟ احنا استخدمنا كذا حاجه قبليها وجربنا كذا اصناف تاني، وطبعا الصنف ده ثبت كفاءته، انتاجيه عاليه، تحمل الحراره، مقاوم للافات والمن والكلام من ده. عملنا حقول ارشاديه للناس، فهمناهم يعني ايه اتون. المفروض ده كل سنه بيحصل الكلام ده. بيحصل. عملنا حقول وعينات قبل ما جت الصنف وزرعناها وثبتت كفاءتها، وكان زرع اصناف تاني، فده فرقت معاه عن الانتاج ده خالص. هل ممكن اتوسع اكتر من كده في محافظه الفيوم؟ طبعا السنه دي كان عندنا مساحات تاني، القطن والسمسم، فبرضه اخد مساحه من الاتون، يعني السنه الفتره الجايه هيبقى افضل من كده. كل ما في سعر الدور رفيع كل ما الناس هتوسع. تمام. صح ولا لا؟ تمام. عايز اعرف منك السلاج بكام النهارده والحبوب بكام؟ السلاج من 3400 ل 3500. الانتاج بتاعه حوالي 30 طن. في الحبوب بقى
بتاع 24 أرداب. الأرداب عامل من 2500 ل 2800. ممتاز جدا. بالنسبة للأتون أعلى كمان لأن حبيتها بيضة تميل للبلدي. حبوب. بالضبط لونها بلدي بتميل للبلدي وأغلى 150 جنيه في سعرها عن الأصناف التانية. هجن الدرة الرفيعة آتون نتائجه مفاجأة كبيرة فعلا في محافظات الوجه الإبلي وكمان الوجه البحري، ولكن لازم ناخد بالنا إنه كنبات مش بيحب التكسيف. كمان لازم نلتزم بضوابط وزارة الزراعة في الري والتسميد، يعني الري كل أسبوع والتسميد حسب التوصيات ونوعية التربة بدون مبالغة، لأنه في الأساس مش محتاج غير كميات محدودة. أما مشروع خلط الذرة الرفيعة بدقيق الخبز لتوفير مليارات الجنيهات بنتكبدها لاستيراد الأقماح ورفع القيمة الغذائية لرغيف العيش، فده من أفضل الأفكار المطروحة اللي لازم تتنفذ. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان، ولكن حضراتكم اسمحوا لي قبل ما انهي حلقة النهاردة أفكركم بالشاب الجميل الفنان محمد نجيب رسام المهندسين الأشهر، هو رسام شارع وكان عنده مشروع صغير جدا وزورناه في برنامج الجدعان، كان عبارة عن بطارية دواجن حوالي 500 فرخة دي طاقتها، وكانت بتعمله من 25 ل 30 ألف جنيه في كل دورة. الشاب ده لما استضفناه حاله تغير تماما وتحول إلى أيقونة في قطاع صناعة الدواجن، وحاول بقدر المستطاع أن ينشر علمه ويعلم الناس ويفهمهم أهمية صناعة الدواجن وإزاي أنها كصناعة قادرة على تغيير أحوالهم. محمد نجيب زورناه بعد حوالي سنة من الزيارة الأولى، وفعلا حاله ما شاء الله تبدل تماما. مجلس الوزراء تبنى حالة محمد نجيب واستقبله السيد الوزير محمد جبران وزير العمل، وأكد على ضرورة تكرار نموذج محمد نجيب، وقرر دعمه ومساندته بهدف نشر فكر صناعة الدواجن وتحويله إلى أيقونة حقيقية لكل الشباب المصري في صناعة الدواجن. محمد نجيب النهاردة احتفاء الدولة بيه كأيقونة في هذه الصناعة كما تنبأنا له تماما، موجودة على صفحة مجلس الوزراء بيقولوا عليه حرفيا أيقونة الصناعة. ربنا يبارك له، هو شاب يستحق كل النجاح. ده كان آخر كلامنا النهاردة في برنامج الجدعان، انتظرونا غدا السبت الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وحلقة جديدة من برنامج حضراتكم الجدعان. تشاهدونا في حلقة السبت. باجي لحضرتك في معرض الورق عشان أسمع هي الصناعة وصلت لفين. تصدير الورق وتصدير الكرتون برا مصر، لو خرج برا مصر ما بيرجع ليش إلا لو سمحت باستيراد الدشت. فهمنا بالراحة في علمت بتعمل إيه وعمية بتعمل إيه، شركاتنا اللي إحنا كنا معهم في التعاقد. القوة الشرائية بتاعتك كمستثمر سعودي بقت قوية، فأنت كمان دلوقتي بتقدر تضخ وتشتغل أحسن من الأول. البولي إسلين كله استيراد ولا بناخده من المصانع الوطنية بتاعتنا؟ أكتر من 50% من مصر.